أدرج صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية 331 مدرسة متضررة بجدول إعادة الإعمار. وقال رئيس الصندوق عبد الباسط التركي إن ملف إعادة بناء وتأهيل المدارس هو من أولويات عمل الصندوق، والذي سيبدأ بتأهيل المدارس المتضررة والتي لا تزال تحت سيطرة المجاميع المسلحة حال تحريرها وتوفير الأموال اللازمة لها.